في إطار إنفاذ القانون وفي الوقت ذاته الالتزام بحقوق الإنسان وتطبيقها عمليا، بدأت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بترتيب زيارات للنزلاء الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك وفق إجراءات احترازية دقيقة. في خطوة تعكس الالتزام الواقعي بحقوق الإنسان وتطبيقها كممارسة أصيلة ونمطا ثابتا في منظومة الأداء، نظمت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل واعتبارا من اليوم زيارات للنزلاء الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، شريطة أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم قد تلقوا التطعيم أيضا، بجانب إجرائهم فحصا لفيروس كورونا قبل الزيارة. حسب توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية، تم منح النزلاء الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا لزيارة أهاليهم مع الأخذ بكافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، بشرط أن يكون أهل النزيل والنزيل قد تلقى اللقاح، ويتم فحص النزيل وفحص أهل النزيل قبل الدخول إلى الزيارة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن كونها تمثل قيمة مضافة للدور الإصلاحي والتأهيلي الذي يتم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل مدروس وبمنهجية تجمع بين إنفاذ القانون وتهيئة النزيل لإعادة دمجه في مجتمعه بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. وكانت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل قد قامت في وقت سابق لهذه الزيارات بتوفير الاتصالات بين النزلاء من الحالات القائمة بفيروس كورونا وكذلك المخالطين وأهاليهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى ظروفهم الصحية، مؤكدة أن حالتهم مستقرة ويتلقون رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة من قبل كوادر متخصصة وتحت إشراف فريق البحرين الطبي ووزارة الصحة. والله نشكر الإدارة ونشكر الجماعة لترتيب الزيارة اللي رتبوها، يعني شيء ثلج صدورنا، احنا قدرنا نشوف أهالينا ونطمن عليهم ويطمنون علينا، أن نحن الحمد لله رب العالمين، احترازات كان كلش مضبوطة والتعامل مضبوط واللقاح كان يعني متاح، الحمد لله من الناس اللي أخذوا اللقاح الصيني دفعتين، كل شيء يعني ممتاز، يعني اتوقع حتى برمه موجود مثل موجود الخليني، يعني من احترازات الصايره ومن التعامل الطبي والتعامل الشرطه، حتى الزياره اللي يوم جت يعني جو اخذوا كافه الاحترازات، هاي سالمين يكونون، حتى اللي يجي لازم يكون ياخذ اللقاح، يعني صراحه يشكر عليه هالموضوع الاحتراز كامل، ما اعتقد ان في دوله تسوي مثل الدوله. يعني صراحة أنا أتابع من أول ما صار اللقاح المرض الموجود الفيروس في التلفزيون، عندنا تلفزيون في الغرفة، أتابع على مستوى العالم شنو صاير، أتابع على مستوى الدولة، كان على مستوى الدولة تشوف اللي يقدمونه، بس اليوم صار هني حتى هني داخل السجن أعلم موجود في الدولة برا، يعني على متابعة الممرضين الدكتور يجيك ثلاث مرات في اليوم، أدوية موجودة، طعام موجود، حتى من اللي وياك في نفس الشيء في احترازات داخل، صراحة ما نقدر نقول مشكورين، الحمد لله عليكم الأمة سوي كذي. الحمد لله استانسوا وهم موجود يعني على الزيارات، وأنا بعد كذا في اهتمام، الأمور طيبة، يجون يفحصوننا 3 مرات حق الضغط وحق السخونة والأدوية موجودة والأمور طيبة يعني.